السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رضا عبد الحميد من شركة جراند، الشركة الأولى لبرمجة تطبيقات الجوال الأندرويد والآيفون. النهاردة نشرح تطبيق اسمه وفر إكس، تطبيق خاص على الأندرويد والآي أو إس، التطبيق خاص باسترداد الكاش باك من المنتجات اللي بشتريها من المواقع المختلفة. يعني إيه؟ يعني أنا لما بشتري حاجة، ده طبعا الأول بانر إعلاني بيقول لي أنت هيرجع لك كاش باك 2.5% لما تشتري من أمازون. التطبيق إنه عبارة عن أنا لما بشتري حاجة مثلا من أمازون أو من المتاجر المختلفة ديت، من سامسونج، من جوميا، من علي اكسبريس، من بي تك، من اي هيرب، من يوديمي، من اي من هذه المواقع، تمام، الحاجه اللي بشتريها بيرجع لي كاش باك او بترجع لي فلوس مره اخرى، تمام، وبستردها على شكل فلوس او كاش باك على قنوات مختلفه بقى، على محفظه الكترونيه، على بطاقه ائتمانيه، على حساب بنكي، باي طريقه ما بترجع لي. وطبعا بيبقى فيه الخصومات دي تختلف من موقع لاخر. يعني مثلا امازون، لو فتحنا مثلا امازون كده بنقدر ان احنا نشوف، بيقول لي انه امازون تقدر تسترد لحد 7%، تمام، على الاقسام دي، مثلا 7% على الملابس، 6% على الساعات، 4% على الرياضه واللياقه، 3.5% على الادوات الموسيقيه، 2.5% على المنتجات ولوازم المكتب. دي كده الاسعار او يعني نسب الكاش باك اللي بتتردها لو اشتريت حاجه من موقع امازون. فمثلا انا مثلا دلوقتي بقول انا عاوز اشتري مثلا حاجه من امازون، فبيقول حتى 7%، وطبعا والشحن الى مصر تسوق الان، فيبدا يقول لي ان انت هتيجي تشتري اي حاجه من امازون، تمام، هتبدا ان الحاجه دي تروح على امازون وترجع لك لما تحطها في محفظه او في سله المشتريات بتاعت امازون، هيرجع لك مره اخرى. بيقول اكمل الامازون، بيقول لي ان انت لما بتضيف حاجه في سله المشتريات اللي في امازون هترجع لك مره اخرى على الكاش باك بتاعك اللي على التطبيق هنا. فهفتح الامازون من على المتصفح البراوزر بتاع التليفون، زي ما بنشوف كده. احنا لو فتحنا امازون وابتدينا ان احنا نشتري حاجات من على امازون، هنقدر ان احنا ونحطها في سلة المشتريات بتاعت امازون، خلاص القيمة ديت بينزل 7% من القيمة اللي احنا اشتريناها كاش باك او فلوس مرة اخرى بترجع لنا. وبنرجع تاني للتطبيق مرة اخرى، بنشوف بقى برضو المنتجات والمواقع المختلفة، نقدر ان احنا نشوف التسوق حسب الفئة، تمام، او بنشوف هل اونلاين ولا من فرع. لو قلنا مثلا اونلاين بنقدر نشوف بقى ازياء رجالي، ازياء يعني سيدات، صحة وجمال، شنط واحذية، لو مثلا فتحنا الشنط والاحذية هنا بنشوف بقى برضو المواقع، زي ما قلنا امازون مثلا 7%، جوميا 7%، ونقدر ان احنا نشوف اي موقع من المواقع ديت. لو رجعنا تاني بنقدر نشوف برضو من الفروع، تمام، الاول خالص من الفروع برضو بنشوف برضو مثلا مطعم، مثلا برضو بنشوف المطاعم المختلفة وهل عليها كاش باك مثلا عود زي كل المطاعم ديت، طلباتي، نولا، تشيلز، ابو شقرة، كل المواقع ديت او المطاعم ديت طبعا بتقدم عروض وخصومات كاش باك بترجع مرة اخرى، تمام. بنقدر احنا نشوف المنتجات برضو، كل مثلا منتج مثلا زي ده بينزل عليه كاش باك 5% مثلا. في برضو اضيف حديثا برضو ان انا اقدر ان انا اتصفح واشوف مثلا 10% كاش باك على كلوب شوز، افضل عروض برضو الاونلاين بقدر ان انا اشوفها، كل الكلام دوت بقدر ان انا اتصفح. في الفروع بقى برضو بقدر ان انا اشوف الفروع المختلفة واشوف كل مكان فيه كاش باك ازاي. يعني مثلا بنزين بيجي 2.5% كاش باك، محمود الفار، اوسكار، مثلا حاجة زي مثلا رايا ماركت 1% كاش باك، وهكذا. البقالة برضو بقدر ان انا اشوف مثلا البقالات المختلفة زي باندا مثلا بتجيلي 1% كاش باك. اجهزة الكترونية بقدر اشوف المعارض مثلا زي بي تك، زي كينويت مثلا، زي يونيون اير مثلا، زي غلاب، كل المعارض ديت. وطبعا في الاقسام الفرعية والفروع المختلفة زي ما احنا شايفين، بقدر اشوف جميع المتاجر اللي عندي وهل هي مشهورة ولا المضاف حديثا ولا ليها كاش باك اونلاين ولا بالابجدي ولا بالكوبونات المتاجر. دي كلها طبعا فلترة او بحث متقدم. بقدر ان انا اشوف حسابي،
بقدر ان انا اشوف حسابي باسمي وانا عندي رصيد كاش باك ولا لا. دلوقتي طبعا لما بنزل التطبيق بينزل لي اوتوماتيك 2.5 دولار يعني هدية ترحيبية، واقدر ان انا استردهم على اي قناة من قنوات دفع، فليكن مثلا دلوقتي بيقول كاش باك المؤكد 121 جنيه، اللي هم 2.5 دولار، تمام، واقدر ان انا استردهم، تمام، واقدر ان انا اشوف اعدادات التطبيق، اعدادات الحساب، بقدر ان انا برضو اشوف يعني اغير اسمي، اغير تاريخ ميلادي، اضيف كارت ليا عشان اقدر ان انا ادفع من خلاله، اشوف بقى طريقة السحب، مثلا محفظة الكترونية ولا عايز محفظة مثلا فودافون كاش، ممكن اغير قناة من قنوات استرداد الكاش، ان انا اختار مثلا الاول انا في دولة ايه، تمام، وبعد كده عايز تحويل بنكي ولا فوري ولا محافظة الكترونية ولا بطاقة ائتمان، ولا اختار الطريقة بالظبط، مثلا طريقة مثلا محفظة الكترونية، بختار مثلا نوع المحفظة فودافون كاش ولا ايه. فطبعا انا كنت اضفت محفظة الكترونية، تمام، يعني الرقم بتاعها، تمام، وبقدر ان انا اشوف اغير في طريقة من طرق استرداد الفلوس ديت، اختار الدولة بتاعتي مصر، الامارات، السعودية، الكويت، اختار اللغة بتاعتي عربي انجليزي، الاشعارات عايز الاشعارات تجيلي ولا ان انا اقفلها، الشروط والاحكام وسياسة الخصوصية، طبعا الكلام بيبقى تكست عن التطبيق، الاسئلة الشائعة ازاي برضو استرد الكاش باك بتاعي، السياسة والخصوصية، الكاش اوت، تسجيل خروج وحذف الابليكيشن، واقدر ان انا اشير الابليكيشن على الفيسبوك وتويتر وانستجرام. برجع تاني برضو عن الكاش اوت مثلا، فبيديني بيقول لي المحافظة الالكترونية بتاعتك اهيت، المساعدة والشروط والاحكام وسياسة الخصوصية، تمام، بقدر ان انا من القائمة الجانبية ان انا بقدر اشوف الفروع وجميع المتاجر والمولات، المولات مثلا هنا بقدر ان انا اشوف سيت ستار ومول العرب، واقدر ان انا ادخل برضو على مثلا سيت ستار واشوف يعني العروض اللي بيبقى فيها كاش برضو وكاش باك وكاش اوت، واقدر ان انا اعمل يعني زي فاتورة عليها. ومول العرب نفس الكلام، بقدر ان انا برضو من القائمة الجانبية هنا بقدر اشوف مركز المساعدة، الاعدادات، تمام، وزي ما قلناها، وانضم كتاجر، الانضم كتاجر، بقدر ان انا اضيف المتجر بتاعي، تمام، بعبي مثلا بياناتي، بقدر ان انا مثلا ان انا تاجر عبر مثلا جوميا، تمام، واقدر ان انا انتقل الى جوميا واضيف نفسي كتاجر هناك، وعشان اقدر ان انا استرد برضو كاش باك وفر اكس، تمام، بقدر ان انا اشوف نظام وفر اكس دوت بيبقى بيديني يعني خصومات اكتر، تمام، زي ما بنشوف كده وفر اكس ده بيديني بانرات مختلفة عن كل متجر بيبقى فيه ايه من كاش باك او الخصومات اللي بقدر استردها، ونظام اعرف اكتر برضو بيديني معلومات عن التطبيق، ويعني بقدر ان انا اشوف هو بيبقى عبارة عن زي ستوري كده اللي هي بتنزل من على الواتساب، يعني بيعرفني ازاي اتعامل مع الابليكيشن وازاي ان انا استرد الكاش باك بتاعي وازاي يعني انضمه.